في ثقافة غذائية عند بعض الناس إنها أول ما بتصحى الصبح بدري كده لازم تفطر، ومش بس تفطر، لأ تفطر مخبوزات، يعني عيش، باتيه، فطير، جميع أنواع بقى المخبوزات اللي ممكن تتخيلها. الحقيقة إن دي عادات غذائية غلط جدا، مش صحية، بينتج عنها أضرار خطيرة على صحتنا. مسموح إنك تاكلها لكن بكميات محددة وبسيطة. في الحقيقة أنا من الناس يا شاذلي اللي ما كنتش بفطر أصلا، وبقيت أفطر بقى فطير، فاهم حاجة؟ يعني كده دخلت بقى فطير وعسل وبتاع، وصل المراحل النهائية على طول. يعني بجيب من الآخر. لا أنا بالنسبة للفطار أنا ممكن أكل رغيف عيش لوحده كده أصلا قبل الفطار، يعني أنا بحب العيش أصلا بجد؟ يعني غلط. لو نزلت اشتري عيش فينو، عيش بلدي، اي عيش، لازم اكل رغيف وانا ماشي في الطريق. انا متهيألي اختارها انه بتعلي نسبه السكر في الدم. هنعرف طبعا تفاصيل كتيره طبعا في حال تناول المخبوزات بشكل كتير بالنسبه طبعا اول ما نصحى من النوم، ايه اللي ممكن يحصل لنا؟ السؤال ده هتجاوبنا عليه دلوقتي ضيفتنا الدكتوره مروه شعير، استاذ مساعد الاغذيه الخاصه بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذيه. صباح الخير عليك يا دكتوره. صباح النور على حضرتك وعلى أستاذة بسنت وعلى كل السادة المشاهدين، يومكم جميل دايما. يا أهلا بيكي. هل الموضوع فعلا من الممكن أنه يسبب كوارث صحية؟ هل الموضوع متعلق بأنه الصبح الأمور بتختلف شوية عن منتصف النهار، عن بالليل قبل ما ننام؟ طيب أوكي، كلام جميل جدا. طبعا وجبة الفطار من الوجبات المهمة اللي لازم الناس تاخدها. تمام. طيب الخبز بقى، الخبز دوت واحد طبعا من المصادر الكربوهيدرات اللي هي بتديني الطاقة لجسمي، فلازم أخده. طب هاخده إمتى؟ وإيه نوع الخبز الصحي؟ وإيه نوع الخبز اللي مش صحي؟ وإمتى هناكله وهناكله مع إيه وما ناكلوش معاه؟ أول حاجة طبعا الخبز عشان أجي أخده بيكون أفضل أنواع الخبز هو العيش اللي بيكون بالحبة الكاملة، العيش اللي بندخل فيه شوفان، العيش اللي ممكن في بعض الناس مثلا تدعم زي اهالينا في الارياف بيبقى العيش القمح مع العيش الذره، كل دي خبز او انواع من الخبز الصحي اللي الناس بتاكله. طيب ايه الغلط بقى اللي انا بعمله على الصبح والحاجات بقى اللي بترفع السكر عندي واللي فيها سعرات حراريه عاليه واللي ممكن تعمل لي مشاكل وتخليني كمان عندي شراهه في الاكل طول اليوم وممكن تعمل لي اكتئاب كمان والحاجات دي كلها؟ الناس اللي بتصحى بتاكل فطير بعسل زي ما استاذه انا بقيت قصه عبره دلوقتي. ازاي ده من العادات ومن فطار ناس كتير، احنا كمصريين واهالينا كتير بياكلوا وكلنا ممكن يبقى ده نوع من فطارنا اليومي. الناس اللي بتاكل كرواسون الصبح، الناس اللي بتصحى تاكل كيك وبسكوت مع الشاي، دول الناس دي اللي بيحصل لها اول حاجه طبعا مستوى سكر الدم عندهم بيعلى، فده هيتسبب في ايه؟ طبعا اللي عنده سكر هيكون عنده مشاكل صحيه، اللي عنده مقاومه انسولين هتكون الدنيا صعبه بالنسبه له، لو حد بيجي يحافظ على نظام الاكل بتاعه هيبص هيلاقي طول اليوم بالنسبه له هو جعان وعنده شراهه غير عاديه، بيسبب له اكتئاب. ازاي؟ لان الحاجات خاصه الفطير والحاجات دي كلها والكيك كده بيكون داخل فيها طبعا بالاضافه للدقيق الابيض، داخل حضرتك معاه دهون، داخل معاه سكريات، فبالتالي طبعا بيبتدي ان هو يرفع السكر الدم بصوره كبيره، وبعدين نبتدي احنا نحس كده بالسعاده، وبعدين تحصل تخمه وخم واكتئاب وسوري زي يقولوا حد مبل مش قادر وانا اقول مالي. لا ازاي فدي بتبقى ايه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ لا ازاي بقى؟ فاحنا كده بالنسبه لنا ده اي حد بيعمل النظام ده بيكون غلط. فاصلا حاجه العيش البلدي او التوست البني او اي عيش مدعم بالحاجات اللي انا قلت عليها ده. طيب على سيره التوست بقى يا دكتور، عشان كان في لسه دراسه حديثه جدا جدا ان التوست بيسبب مشاكل صحيه كبيره، هل ده حقيقي ولا لا؟ التوست الافراط فيه، وانا بقول العيش البني يعني مثلا التوست البني ده طبعا بيكون افضل. لا بيقولوا التوست اللي هو يعني اللي احنا بنشوفه كده في السوبر ماركت اللي هو بيبقى في كيس عادي خالص، ده بيبقى محطوط فيه مواد حافظه. اوكي احنا دايما بنقول اللي هو العيش العادي، في بعضه بيكون صحيته اخره 3 ايام او اسبوع او الحاجات دي بيكون داخل فيه ممكن يعني مواد انها ممكن تكون بتحسن الطراوه بتاعته، يكون مظهر جيد، ما يبقاش مثلا يحصل له ظاهره التبلد اللي تبقى موجوده في العيش، يكون في مشاكل بيكون اوكي، بس احنا بنفضل اللي هو العيش اللي بيجاب من الفرن او
اي مخبز زي ما بيقول كده، ويكون طبعا بس طبعا يكون مغلف تغليف كويس وكل حاجه. بس انا لو جبت العيش من السوبر ماركت وجيت اخدت منه اللي هو التوست المتغلي في اكياس، ويكون طبعا يعني مظهر صحي وامن وفي اكياس كويسه، لا مش غلط. بس طبعا احنا بنقول العيش الثاني كثقافتنا. طب احنا العيش البلدي ده اللي احنا بنحبه ده ايه؟ ده افضل انواع العيش. هو ده العيش البلدي افضل عيش. وبناكل العيش الصبح طبعا يا في الغداء، في وجبه الفطار دي انواع العيش اللي احنا بناخدها. بيفضل ان احنا بعد المغرب او في غروب الشمس ان احنا ما بناخدش ما بنتناولش العيش. وفي بقى كمان نقطه عايزه اقولها، ناس بتعملها غلط جدا، وهي اعتقادها ان العيش السن انا هاخده معايا في الدايت، و90% من العيش السن اللي موجود في الاسواق بيخش فيه عسل اسود وبيخش فيه حاجات انها تديله القرمشه بتاعته، يعني هو مش دايت اصلا، لون البني الغامق. علشان كده احنا بنقول للناس لا، رح تعمل التوست بعيش يعني عندك في البيت او بطريقه صحيه تمام عشان نضمن سعراته الحراريه اقل. في مشكله كمان في العيش التوست او الرده، او جت في الاخر دايما نسمع يقول لك حط الرده في الزبادي عشان تشبع، ودي من الحاجات الغلط جدا. ان احنا عندنا العيش زي التوست او لما بحط رده على الزبادي، او كمان في نقطه ان انا ممكن كمان العيش البلدي ما بيكونش افضل حاجه لما باكلها مع الحاجات الغنيه بالكالسيوم والحاجات الغنيه بالحديد. ليه؟ لان الحاجتين دول بيقلل من كفاءه امتصاص الحديد والكالسيوم في جسمي، او بمعنى اصح استفاده جسمي من الكالسيوم والاغذيه الغنيه بالحديد. طيب هناكل ايه معاها بقى في الحاله دي؟ ناكل ممكن اكلها لوحدها، او ناكلها مثلا مع عيش فينو او مع عيش ابيض، زي مثلا زي نقول الكبده. لا الكبده يا جماعه افضل حاجه خدوها مع عيش ابيض، او كلوها مع الرز. ما تحطوش من فضلكم الرده مع الزبادي، ما تجيبش عيش عامل رجيم فهاكل عيش سن، ده من اغلط يعني حاجات غلط جدا. اكلها مثلا مع الجبنه بيضة او مع جبن قريش او اي نوع من انواع الجبن. انا ممكن اكلها مع التونه، ممكن اكلها مع طبق سلطه كده خضار كبير مثلا وحاجه مصدر من البروتين. ده ممكن ما بكترش برضه من عيش السن، بيكون يا واحده يعني قطعه يا اتنين بالكتير، ما بفرضش في التناول بتاعها طول اليوم. طب دكتوره، الناس بتحب العيش يعني بجانب ان احنا طبعا بناكل بيه، بس الناس بتحب العيش لوحده. ثقافتنا كمصريين وبياكلوه هو سخن كمان، طلع كده من الفرن او لسه. بقول بس انت واحنا وانا شاري العيش وانا مروح لازم ايا كان هو العيش اللي انا جايبه، لازم اكل رغيف وانا ماشي في الشارع. اوكي يعني وسط الزبده صغير ماشي. ما هو ده رغيف قبل، ده رغيف قبل الاكل، وبعد كده بقى ده غير بقى اللي موجود في الاكل. والناس كمان بتحب السميط والمخبوزات بشكل عام، احنا بنعدي من قدام الفرن بنشم ريحه المخبوزات خلاص. احنا فطرنا عنده. المشكله حضرتك برضو اشرت الحاجه اللي هي برضو البقسماط اللي الناس بتاكلها، برضو من الحاجات اللي بترفع السكر. ده حلو في الدايت ده؟ لا البقسماط بالعكس، انا دايما بقول الناس ما تاكلوش لا بسكوت ولا بقسماط، لان من الحاجات اللي هتجوعكم. يعني لو حد اخذ مثلا، في دلوقتي على فكره في الافران حاجه انك تلاقي عيش مثلا مدعم فيه ومدعم بالحبه الكامله، عيش فيه ومدعم بالشوفان، مدعم فيه ما اعرفش بذور كتير، في حاجات كتير جدا بتلاقيها موجوده. ده بيكون اختيار صحي. طيب حضرتك ماشي، او اي حد عجبه كل عيش سخن يعني قطعه عيش كده هو ماشي وبتاع، خلاص اوكي بنعمل كده كنترول كده على نفسنا. لما احنا نيجي بقى نروح او وجبه الغداء بتاعتنا حضرتك كل بروتين، ابتدي اكلك بالخضار. يعني اخيرا وسريعا، رغيف مثلا، رغيف في الفطار 50 60 جرام ده كويس جدا؟ كويس جدا جدا جدا، مش ربع رغيف زي ما كنا بنقول زمان في الدايت، لان كان زمان رغيف العيش كبير اللي هو الرغيف الصغير ده 50 جرام. تمام جدا. والرغيفين في اليوم كويس قوي يعني. ماشي، يا ريت بقى ما نزودش. شكرا جزيلا دكتوره مروه شعير، استاذ مساعد الاغذيه الخاصه بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذيه، شكرا ليكي. هم اصلا جايب لنا دلوقتي لقطات، يعني خليك تبقى عايز تاكل عيش اول ما تخلص حالا.